فعالية نوفمبر هذه السنة مميزة، مميزة لأنها تحت شعار قوي جدا: ملحمة شعب وعزة أمة. أما فيما يخص حدث تيمغراس، لا أقول أن تيمغراس تدخل التاريخ، وإنما مكثت في التاريخ. تيمغراس بعملية إعادة دفن 75 شهيد، عدد كبير، ربي يرحمهم على كل حال. على قلت تيمغراس تصنع الحدث، وهي في نفس الوقت الحدث، لأنها كانت مكان تاع جهاد ومكان تاع تضحيات. اليوم 75 شهيد تم إعادة دفن رفاتهم، لحظات قوية جدا، من خلالها عبر كل الحضور أولا على احترامه وتقديره لكل الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، وكذلك احترامهم وتقديرهم لكل الذين ما زالوا على قيد الحياة وهم المجاهدين. إذن قد تخونني العبارات لأعبر عن كل ما هو في صدري. عساي أن أقول رحم الله كل شهداء الجزائر، ولتكن تيمغراس مثل ما كانت في الماضي كذلك شعلة لشبابنا، شبابنا اليوم اللي هو بحاجة أنه تكون له طريق إكليري، إن فوا إكليري بور لي جون تاوعنا، بور إن ألجيري، إن ألجيري فورت، إن ألجيري أوني. ربي يرحم الشهداء.